تحياتي لكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا، وان شاء الله هيك اليوم يكون يوم جميل واليوم يكون ايجابي مع الاجواء هاي. يمكن اليوم الشتويه هاي لحتى تنظف الجو من الحساسيه والغبره. شفتي يعني حلوة. احنا بس حلوه صراحه، حلوة الشتوية. هي بتنظف. انا هيك وقفت شوي برا انه عن جد يا الله في ريحه حلوه يعني. اهلا وسهلا. اهلا، كيفك يا رشا؟ تمام الحمد لله. انت كيفك؟ جود الحمد لله. انت كيفك؟ كل الاسئله مع بعض عن جد. كيفك؟ شو اخبارك؟ يلا شو حلقاتنا اليوم؟ الحمد لله. قولي لنا شو وصفاتك لليوم؟ شوفي والله هي زي ما انت شايف، انا مش جايبه اغراض اليوم على فكره، شويه سبايسز اعشاب كذا. وكل حلقتنا اليوم عن الكيل. الكيل شو هو؟ الكيل شو الوصفات اللي بنقدر نعملها بالكيل؟ خفيفه لطيفه. انا صراحه هيك وعدتهم، او خلينا نحكي انه بالبرنامج خلينا نعمل اشياء بسيطه. صح. يعني جربنا كثير الطبايخ كلياتها، كلها انعملت مره ومرتين وثلاثه وكلنا يعني، فبحب انا هيك ندخل بشيء جديد، نجرب اشياء جديده. صرت احس الناس ما معها وقت للشيء اللي كثير بياخذ وقت. مزبوط. صح. بنفس الوقت بدهم شيء زاكي ومميز. الكيل مش كثير ناس بيعرفوه، فحبيت انه الوصفه تكون، لانه ليتلي عم بعمل الكيل شيبس وقد ما هو زاكي بنتقاتل عليه بالبيت، فقلت خلينا نشارك وصفته، لانه كثير ناس بيجيبوا الكيل بيعملوش سلطه بعدين بصفي بده يخرب، فخلينا نحكي اشياء عن الكيل ايش ممكن. مزبوط. نعمل حلو كثير اكيد يعني، وكلها اشياء انا بعملها يعني. صح. مش انه مثلا والله كلهم هدول الاكلات رح اعملهم اليوم، على قد ما هم بسيطين انا بعملهم دائما اكيد شفيارة. وغير انه احنا عم نحكي على وصفات بسيطه، كمان عم نحكي على فوائد كثير 100% للكيل اليوم، يعني لازم نتعرف عليها كمان. وغير هيك يعني عشان انتم تكونوا معنا اليوم بحلقتنا، خليكم معنا على عمان تي في اوفيشال، عمان تي في كيتشن رح نكون معكم باللايف. خليكم معنا بتعليقاتكم، احكوا لنا كمان اذا بتعملوا وصفات مختلفه عن اللي رح نعملها اليوم بالكيل، شاركونا فيها. خلينا نعرف الكل على وصفات اكيد بالكيل. مثل ما حكت شفيارة، مرات بنجيب الخضره بنحطها بالثلاجه بعدين بنتركها لتخرب ما بنعمل فيها شيء، فخلينا اليوم نستفيد من انواع الخضره بشكل عام انه نقدر نعمل فيها وصفات. يلا اذا رح نبلش معاكم بوصفاتنا، والوصفه الاولى مع شفيارة اللي هي سلطه الكيل مع الشرمز، اللي هي هاي المين، الثانيين سهلين كثير. اوكي تمام. يلا اذا لسلطه الكيل. سلطة الكيل بالجمبري عنا نص كيلو جمبري، معلقتين كبار زيت زيتون، سنين توم مفروم، وعنا رشة بابريكا، رشة بودرة توم، وعنا كمان رشة أعشاب إيطالية، رشة رقائق الفلفل، عصرة ليمون، معلقة صغيرة عسل، ملح وفلفل أسود، ومعلقة كبيرة زبدة من المراعي، ومعلقة زيت زيتون. برضو عنا للمقادير للسلطة 4 أكواب أوراق الكيل المفرومة، كوب حمص حب من كرم، حبة تفاح، نصف كوب كينوا مطبوخة، حبة أفوكادو، جبنة بارميزان، نصف كوب زيت زيتون، تلت كوب عصير ليمون، ومعلقة صغيرة ماسترد وملح. إذن من بعد ما أخذنا المقادير للسلطة خلينا نبلش فيها شفيارة. هيك شغلة غنية كتير طبعاً بالمكونات. بالضبط، فيها تنوع إذا لاحظتي. والفكرة منها إنه لو الإشي اللي فيه أشياء مش موجودة عادي بنقدر نستخدم، بنقدر نعملها بدل الشرمز بالجاج. برضو بتطلع كتير زاكي، بنقدر نعملها بدون ولا أي إشي. حلو. فيها أكثر من خطوة خلينا نحكي، عشان هيك أنا هي المين كورس. في السلطة، مقادير للسلطة والدريسنج تبعها، في عنا كمان الشرمز تتبيلته وكيف نقلبه وكيف نعمله، وفي كمان خطوة هلأ بدي أعملها اللي هي الحمص. حكينا رح نستخدم حمص. صح. حب من كرم زمزم. بدي أحمصه شوي، بيطلع كتير زاكي وبيطلع كرنشي لما نضيفه للسلطة، فبدي أبلش بهاي الخطوة أول إشي قبل ما أبلش بالخطوات الثانية، وقبل ما نفرجيكم الكيل ونحكي عنه شوي. تمام. يعني حاسة نوعا ما شفيارة بدك تلبقي كرنشي تبعت الكيل على التفاح على 100%. صح. ولا على الحمص. خليني بس أفضي المي منها وأغسلها وأحطها بالصينية وهي مستوية وجاهزة، بس بدنا نشويها شوي بالفرن
هلا اذا ما معكم وقت ما بتشوف انا بصيرش احكي هون، يلا استنوا هيني جايه. بنستناك يا شفياره. خليني احكي لهم اذا عن منتجات الكرم زمزم. عندنا غير حمص الحب اكيد في عندنا حمص بطحينيه اللي هو الوصفه الجاهزه لكم، لحتى تفتحوها تحطوها بصحن تحط عليها زيت زيتون صنوبر او لحمه مفرومه وتعملوا صحن هيك يعني للفطور او حتى في ناس بتحبه للعشاء اكيد. فكل المنتجات تبعت زمزم كرم اكيد كلها موجوده عندنا بحلقاتنا. طيب. بالنسبه للحمص هيو حطيته هون، راح احط معه شوي من زيت الزيتون تمام زي ما قلت لكم، وما بدي انا اعجقكم بمقادير شوي الحمص وكذا، خلص عندنا شويه بابريكا كثير بتلبق معها، عندنا شويه اعشاب ايطاليه برضه بتقدروا تحطوا يعني نفس المقادير اللي انا مستخدميتهم بالسلطه بتقدروا تنكهوا فيها. راح اخذهم هيك وملح وفلفل طبعا بس ننتبه لما بدنا نملح كمان شوي انه احنا حطينا على الحمص. فكرتك رح تحكي ننتبه انه يعني ما نحطهم قدام الاولاد قدام فانتا قدام دانا لانه رح يقضوا عليهم قبل ما ينحطوا بالسلطه. بالضبط يعني. اسمعوا كثير زاكي هذا الحمص لما ينشوى بهاي الطريقه ولما يكون هيك عندنا مسلوق جاهز سهل علينا. رح اخذهم واحطهم بالفرن ونخلي عيننا عليهم لانهم ما بياخذوا كثير وقت. بسم الله. خيرية بتقول أول مرة بشوف وبسمع بالكيل. ما أنا بالضبط هذا كان الهدف من حلقتنا لليوم إنه نعرفكم على الكيل 100%. أنا بشتري زي ما بشتري الخس دائما موجود عندي بالثلاجة، بس في كتير ناس ما بيعرفوا وفي كتير ناس ما بيعرفوا شو يعملوا فيه. يمكن خلال البرنامج كتير عملنا سلطات للكيل بس أنا اليوم كنت حابة تكون متخصصة للكيل. هاتي نفرجيهم الكيل. طب شفيارة سؤال، هل هو متوفر دائما موجود يعني صيف شتاء؟ معظم الوقت بيكون متوفر، هلا بجوز باخر مش اخر مواسمه بس حسب المزارع حسب انت بتكون شاريته، بس ما بلاقيه بالعاده بمحلات الخضره العاديه. أوكي. تمام يعني هو يعتبر شوي شفتوا هدول المحلات ببيعوا العلب مثلا تايم بيكون عنده الزعتر الفارسي الطرخون بيكونوا جايبين الكيل. اوكي مفزلك شوي بس هو عن جد كتير كتير مفيد. انا مو عارفه ليه على فكره كثير غالي، هو مش كثير غالي. أوكي. بالنسبه للخس يعتبر شوي اغلى. أوكي. مع انه انتاجه كثير فائض يعني البزرع شتله كيل بتطلع له كثير. اوكي المهم بس احنا عندنا يا محلي كمان طبعا. أوكي. هذا من مزرعه هاي من مزرعه كنت زايرتها، المتابعوني على السوشيال ميديا بيعرفوا زرتها الخميس هاد. هدول خلص اعطاني كميه منيحه منهم. حلو. فقلت بعملهم فرجيكم اياهم بس موجود وكثير ناس بيحبوه ما بيستغنوا عنه. تمام مفيد جدا كثير يعتبر من الاعلى يعني من اكثر الورقيات انتي اوكسيدنت مضاد اكسده وبنفس الوقت كمان هو فيه نسبه عاليه من فيتامين سي. أوكي. فيه كثير فايبر فجدا في كمان بيتا كاروتين فيه نسبه عاليه منه فهو من الاشياء اللي جدا مفيده. اوكي فانا بحب تحكوا لي اذا انتم عن جد تخبرونا شو بتعملوا فيه بتعرفوه او ما بتعرفوه. طيب هاي الكيل في له اكثر من شكل، في لون بيجي اخضر وفي لون بيربل وفي منه بيجي بسموه الديناصوري حتى هيك طريقه ورقته مختلفه. أوكي. هذا الكيرلي هيك بسموه لانه مكرمش. اوكي في الثاني بيجي زي هيك خشن اكثر، الورقه نفسها من هون زي شيء فيها بروزات. اوكي اوكي هذا هو الكيل. لما يبلش شوي يصفر بيكون خلص قرب يدبل، يعني هاي شوي شوي على صفار بس بدنا نلحقها اليوم بوصفاتنا. تمام طب شوف يا طريقه غسله زي طريقه غسل نفس كل اي إشي. خضره نغسله انا بنقع بالمي والملح. أوكي. وبنفس الوقت لازم يتنشف قبل ما استخدمه. طريقه اضافته للسلطه رح نحكي عنها لانه اي بس من الخس. هلا بهذا الوقت اذا معنا شوي وقت حس هاي كثير حكيت صح؟ لا عادي كتير. لا تمام احنا بدنا نحكي اصلا بدنا نحكي. طيب خليني معناته قبل ما نطلع فاصل لانه في وقت زي ما قلت لكم وصفتنا اليوم رح نعملها بالشريمز. تمام دقيقه بس اجيب الملقط. اوكي طيب شريمز عادي انا جبت المفرز خليته لفك تفريز. خليني اقيم هدول عشان بدنا اياهم يضلوا فريش. تمام اوكي ورح دائما اتبله. انا كثير بحب اشياء بسيطه بحب احط بابريكا. تمام رشة شطة أعشاب إيطالية ومعهم هدول رقائق فلفل حار اللي بيحبوا الحار معهم إذا موجود عندكم الكيجن كتير بلبق مع السيفود. بلكي شي يوم عملنا حلقة بهارات صراحة لازم والله انطلبت شفيها دائما حتى تماري بتذكرني فيها وأنا بنسى والله ملح وشوي فلفل أسود. أوكي. لازم نطل على الهاي
بدك ارجع عضوتها عليه ولا وبدرة ثوم، اشياء بسيطه. انتم بتعرفوا انا بحب ابهر بالاعشاب اكثر شيء. شو في بالله اذا سمحتي؟ هو هاد بسكوت صغير لما نعمله تايمر اصلا. اوكي اشوف شو؟ لا لسه صح. خليني اشغله. اوكي تمام. هاي كمان كلنا رحنا رامي 4 دقائق. طيب راح احط زيت زيتون. بسم الله. اوكي وراح احط عليه كمان معلش بس تومة. راح افرمها. تمام فرمها صغيره او راح نحطها وقت ما نطبخ، بس انا بحب هيك اضيف شوي بالتتبيله. اوكي شوفي هذا التوم الجديد لسه قشره ابيض بعده. لاحظت. مش مستاهله اجيب فرامه فراح افرمه بايدي. تمام. طب شوف يارا احنا في عندنا فاصل فخلينا نقولهم انه راح تحطي التوم مفروم وبعدين راح نحط عليه الجمبري. راح نحط الجمبري هيهم راح نحطهم قدامكم وبنرجع لكم. اوكي يلا تمام فاصل خلص. صغير معقول شوف يارا ربع ساعة وانا بحرك في الشرمز عشان رامي. الله يا الله. اذا رجعنا لكم من هذا الفاصل لحتى نكمل بالوصفة الاولى سلطة الكيل مع الجمبري والحمص جهز على فكرة. تبلنا الشرمز واللي ما شاف التتبيلة وشاف التفاصيل من اول الحلقة بتقدر تشوفوها على اليوتيوب اكيد بعد ما نخلص حلقتنا او تعيدوا اللايف 100%. هلا بدنا نقلب الشرمز يا جماعة ما بنتقع خلص بنحط عليها هدول وبسرعة. إذا لاحظتوا حتى ما حطيت ليمون عشان ما بدي يتغير لونه. تمام. بدي أخلي الليمون بعد ما أقلبه بينعمل زي المطفى. أوكي. هلأ بمقلاية واسعة راح أحط قطعة زبدة من المراعي وراح أحط معها كمان زيت زيتون. هدول التنين كتير بلبقوا مع بعض. لا هو المكس رهيب يعني صراحة 100%. بدي أفرجيهم الحمص. هيو خلصتوا. أنا ما بدي كتير يتحمص، فيكم تخلوه يصير كرنشي. أوكي. بس أنا صراحة بديش يوترني هيو يعني تحمص شوي بس فيكم تخلوه أكتر. تمام؟ تمام. بدي أطلعه برا شوي عشان يبرد. كانت تصغر حبته بس يتحمص شوي. أكيد طبعاً. صح؟ طبعاً. تنشف المي اللي 100%. رح أحطه أوكي. هون لحتى يبرد قبل ما أضيفه على السلطة. تمام. خلينا بس نقولهم إنه بالمقلاية هلأ في عنا زبدة المراعي. زبدة المراعي طبعاً مثل ما بنعرف من منتجات المراعي اللي موجودة معانا. أنا اليوم يمكن جعبالي أمنشن غير زبدة المراعي، جعبالي أمنشن إنه في عندهم شغلات كتير طيبة. يعني في عندهم الكريم كراميل كتير زاكية إنه إذا ما جربتوه لازم تجربوه. في عندهم كمان في الحليب اللي هو منكه، في حليب بالموز بالفراولة وكمان بالشوكولاتة. فهاي النكهات اللي أو الشغلات اللي لازم نمنشنها كمان اليوم لأنه في شغلات كتير تانية أنتم بتعرفوها مثل الألبان والأجبان، بس خلينا كل مرة نمنشن شغلة تانية نذكركم فيها 100%. طيب هلأ بس لبين ما شوي الزبدة تدوب أذكر بس للناس اللي هلأ عم بيحضرونا عم نعمل اليوم حلقة عن الكيل. رح نعمل سلطة الكيل مع الشرمز كنوع من أنواع التغيير. بنقدر نعمل بالسالمون كمان. بنقدر نعمل بالدجاج. بنقدر نعملها بدون ولا شيء. أوكي. بالشرمز بعد ما فك تفريز أنا جبت المفرز، تحبوا تستخدموا الفريش بصير. حطيت عليه كيجن، حطيت عليه ملح وفلفل، بابريكا، رشة شطة وشوية أعشاب إيطالية وزيت زيتون وتومة. تمام. بودرة ثوم وتومة. أوكي. تمام. هلأ تركتهم بس خلال الفاصل وهلأ رح أقلبهم. وانتبهوا للشرمز طبعا لازم يكون منظف، هذا منظف هون الظهر تبعه السلسلة وبنقلبه ما بياخد كتير. حطيت زبدة وزيت زيتون لسه ما حميت. تمام. اوكي نقلتها على عين اكبر. يلا يا اختي خليها خليها. طب شو رايك نحكي عن فوائد الكيل مبدئيا عبال ما تسخن الزبده؟ انا بالعمد انا عملت الكيل معاكي عشان انت انترستد. بحب يمكن بحب بالضبط. انا كنت كثير احب الشيبس تبع الكيل في فتره انحرمت منه. هلا بقدر ارجع اكل هلا كيل اكيد اللي انا عملتها فمتحمسه كثير على الموضوع. بدي اقول لكم انه الكيل او بيقولوا له الكالي كمان هو عنده عده فوائد. واحده من الفوائد تبعته لازم نتعرف عليها اللي هي سيطره على مرض السكري. نحكي سيطرة مش انه هو بشفي مرض السكري. 100%. لازم نركز على هاي الامور. اوكي لانه في دراسات كتير بتحكي انه اللي بتتناولوا كمية عالية من الالياف عندهم طبعا خلينا نحكي عن مرضى السكري من النوع الاول اللي بياكلوا كميات عالية من الالياف عندهم كميات سكر في الدم اقل من غيرهم. وتبين طبعا انه مرضى السكري من النوع الثاني من المحتمل انه يضبطوا مستويات سكر الدم والانسولين والدهنيات بالدم كمان لما بتبعوا نظام غذائي عالي الألياف. فاليوم مرضى السكري بنصحهم انه يكون النظام الغذائي تبعهم عالي بالألياف محتوي بالضبط بالضبط والكيل عالي بالألياف 100%. تمام. ودائما هاي الأشياء الواحد كمان ينتبه لشغله انه كمان ما يبالغ. صح دائما الأشياء لأنه مرات نسبة الألياف كثيرة
الفيتامين سي يعني برضه هذا فيه بيتا كاروتين كثير عالي. بيتا كاروتين كاروتين ايوه حكيتها غلط حسيت صح. حالي فبرضه ننتبه معاكي حق ما نبالغ يعني لما احنا عم نحكي على بيتا كاروتين انه فيه عالي يعني احنا عم نحكي زيه زي الجزر زيه زي كمان الاورنج زيه زي يعني الخضره والفواكه الثانيه اللي بمنعوا مرضى الكلى انهم يتناولوها شكرا. فعشان هيك كنت عم بقول لك انا كنت ممنوع اتناوله يعني قبل لانه احنا بنقلق مرضى الكلى بنقلق انه يرتفع عندهم الكرياتينين صح وهذه النوعيات من الخضره والفواكه ترفعها. بتعلي الكرياتينين 100% صح انا بحكي وانت مظبوط صح كثير صح انا بحب هاي القصص انا كثير بحب اشياء التغذيه وهيك المعلومات هاي صح عن جد طيب انا هلا رح اخلي الشرمز على هون على الوجهين لياخذ ليستوي تمام حاولوا ما انا شوي حسيت حالي كترت ما كان لازم حطيت انغريت بحجم المقلايه بس انه برضه مش كثير مش كثير كوندنس يعني هي تمام هلا رح نحضر للسلطه تبعتنا بس صاروا شكلهم كثير حلو بالمقلايه من فوق من اخذهم رامي هلا طبعا شكلهم كثير حلو لابقين بعدين مع المقلايه صح رح بلبق طيب رح اجيب فرامه تمام طب خلينا احكي لهم كمان النقطه الثانيه اللي حكتها يمكن شفياره بس نركز عليها كمان شوي انه هو عالي بمضاد هو مصدر يعني عالي لمضادات الاكسده لانه فيه مجموعه من مضادات الاكسده القويه اللي يعني خلينا نحكي الفا اللي هي اللي بتقلل من مستويات السكر بالدم بدي احكي ليش ايش بتحارب الخلايا السرطانيه برا وبعيد 100% بتعمل على زياده الحساسيه للانسولين بتكافح الجذور الحره والالتهابات بالجسم كمان بتساهم كمان بالوقايه من انواع من بعض انواع السرطانات مثل ما حكينا انها بتساهم صح. بس حلو في معلومه انت حكيتيها شفياره عن انه ما ناخذ زياده عن صح. حاجتنا فاليوم اللي بحس حاله ما عنده كنترول او انه مو عارف الكميات هلا بقولوا لك انه لا ليه اروح عند اخصائي التغذيه انا لا بدي انحف ولا بدي انصح فكره صح. اخصائي التغذيه مش بس عشان انت تنحفي او تنصحي صح. فكرتها كمان انها تعلمنا كيف. احنا بنروح بنستفيد منها كمان انه شو الكميات المناسبه لجسمنا صح فهيك احنا بنصير نعرف طبعا كيلات من عندك تفضلي رح نخلص السلة اليوم كيلات الكل اخذت كل الكيلات من عندي المزرعه عرفتوا فانه حلو انا بس عم بقيم هذا العرق سوري بس لانه هذا مش بنمضغش اوكي تمام فبنقيمه فضروري احنا نقيم العرق بنقيمه 100% بالسكينه او بالايد تفضلي لانه كنت عم برجع بركز انه احنا بنستفيد من اخصائيين التغذيه لهذا السبب كمان طبعاً. مش بس لحتى يعملوا لنا رجيم 100% يعني او على الاقل تابعوا احضروهم بيحكوا انا صراحه ما بتخيل قد بتابع اخصائيين تغذيه بحب اللي بيوصل لي المعلومه بطريقه انه بروفيشنال لانه في يعني انا كثير مهووسه بهاي قصص الاكل وقديش كالوريز وايش هذا بيعطيني والاعشاب ومش عارف ايش بحب هاي القصص طب هلا خليني بس اشوف شرماتي بنقلبهم 100% لانه ما بياخذ كثير وقت زي ما بتعرفوا اوكي بدي اتاكد توزيع الحراره اوكي وهلا بنكمل سلطتنا بالضبط لانه بدنا نروح على النقطه المهمه اللي حكيتي عنها شفياره انه هو ايبس من الخس ايبس من الخس فكيف نتعامل مع الكيل معه 100% هلا الخس احنا بالعاده بناكله طبيعي الكيل لازم يعني زي اكسر الالياف الموجوده بايدي كل هاي الاشياء اليابسه كيف بنكسرها عن طريق انه بندعكها بزيت الزيتون تمام يلا بس ثواني زيت زيتون بس بنحط عليه انا بحط عليها زيت زيتون اول شيء بعدين بحط عليها دريسنج حلو في ناس بحطوا ليمون بس انا بحب احط بس زيت زيتون دقيقه هلا بمسكها بكسرهم يا بتفرموها يا بتكسروها حسب الحجم اللي انتم بدكم اياه مش لازم تكون كتير كتير كبيره بهذا الشكل هاتي بتعرفي بدي افرم تصغر اسهل يعني. بالضبط طيب اوكي بهالوقت نحكي النقطه الثالثه كمان عن فوائد الكيل يعني كل شوي نرجع للطبخه ونرجع نحكي كمان عن الفوائد بس اضيف شغله برجع لكم 100% انه بنحكي انه كمان انه بيعزز صحه القلب يعني هاي معلومه صح. جدا مهمه لانه الالياف والبوتاسيوم وفيتامين سي الموجود فيه كلها عناصر بتعزز صحه القلب بتعزز كمان يعني عمله واكيد هاي العناصر الموجوده كلها بكميات منيحه موجوده بالكيل اكيد اهمها البوتاسيوم يعني خلينا نقول انه كل كوب من الكيل الطازج فيه 79 ملي جرام من البوتاسيوم واكيد في دراسات كمان نحكى عنها واثبتت انه دوره كثير مهم بالسيطره على ضغط الدم والوقايه من الجلطات وتقليل فرص الموت بالامراض
بما نسبته طبعا 20%. شفتوا قد ايه مفيد؟ كثير عن جد. اهم شيء حابين الحلقه ولا لا؟ لا انا ايه وينهم انا اليوم ما شفتهم. لازم اسلم عليهم والله. سلمي عليهم. التهينا بالمعلومات. بالمعلومات. يلا يلا بدي اسلم على الكل. خيرية اكيد اللي حكت انه اول مره بتسمع بالكيل موجود بالاسواق. يا خيرية بتلاقيه عند محلات الخضره، وبتقدري انك طبعا تجيبي الكيل وتعمليه على طريقه شفياره، او ممكن تلاقي كمان اكيد يعني تعمليه اليوم الشيبس. لازم تجربوه اكيد، لازم تجربوه. طيب. قبل ما نطلع فاصل سمعت كاني سمعت رامي عم بحكي. هي قسمنا الكيل بهذا الشكل، راح احط شويه زيت. اوكي تمام، وممكن معه رشه ملح وافركهم بهذا الشكل. اوكي تمام. هيك لما ناكله بصير كتير اسهل اطرب، لانه بدنا ناكله ني. احنا شوفوا قد ايه كمان حتى صغير. هلا بدي ازيد كمان شوي اوكي عشان صحنا يكون كبير الجوب تبعنا. طيب اذا شو رايك شفيارة نطلع لهذا الفاصل، من بعدها نرجع لحتى نكمل هاي الوصفه. يلا يلا. هلا احنا طيب. رجعنا اكيد من بعد الفاصل ومكملين بوصفه سلطه. هلا بنطبق السلطه. عملت التفاح انا. تمام. هلا دائما التفاح بتغير لونه بسرعه. هلا هاي سلطه، فاحنا شو رح نعمل؟ رح نحط شويه ليمون. أوكي. عشان وهيك ادعكهم سريع مع أوكي. بعض عشان ما يضل محافظ على لونه، عشان ما يتغير لونها 100%. طيب هلا رح نبلش نطبق بسلطتنا. اوكي اخر شيء بنعمله بتعرفوا شو نسيت؟ صح هلا تذكرت، خلص فكرت حالي نسيت شغله. بسم الله. يلا انا كنت احطهم على زوايا بس خلص خلينا نعملها هيك. تمام. نوزع الكيل بالصحن. اوكي تمام، وزي ما انتم شايفين احنا شوي مدعك بالزيت. بنوزع التفاح. اوكي طيب شوف يعني تقدروا تعملوه بطريقه البتكم قولي لي. هلا في تعليقات. مها عم بتقول انه شكله الكيل زاكي كثير، تحياتنا لك يا مها. ونوال عم بتقول صراحه ما بنستعمل الكيل كثير احنا. الاغلب ما بيعرفوا. انا عارفه انه مش كثير مستخدم، عشان هيك كنت حابه انه اكيد شايفينه. يعني اذا الناس اذا حدا بحب الخضره وبحب السلطات اكيد مجرب وشايفه. هو اكثر شيء بيتاكل مع السلطات، مش كثير له وصفات طبخ. مش كثير بنطبخ. طيب هلا حكينا احنا من مقاديرنا عندنا الكيل، حطينا تمام. التفاح، الحمص. اوكي الحمص المحمص. المحمص المحمص. ايوه بالضبط. ايوه برد. راح اخذه واوزعه. اوكي بسم الله. يا عيني شوفي ما احلى لونها. كثير. انت حطيتي عليه شيء حار؟ حطيت عليه بابريكا و لا اعشاب ايطاليه يمكن. فيها شوي تشيلي فليكس. اوكي انت ما بتاكلي حار؟ لا انا ما باكل حار، بس كنت عم هيك عندي فضول انه ادوق حبه. بس حقك علي ولا شيء ولا شيء نهائيا ولا ايتها حبه. عندي حساسيه. ما بزبط. معناته ما رح تقدري تاكلي الكيل شيبس. لا ليه؟ لانه عملته حار. الله يسامحك. خلص اللي بعمل لك اياهم هون هلا. الله يسامحك. يلا بسيطه مش مشكله. طيب. لا هو في شيء غلط بالتعليقات على فكره، ما عم بيطلعوا كلهم، بس ده هلا بدي احاول من عندي. اوكي طيب افوكادو. ما شاء الله انا كثير بفرح لما افتح حبه الافوكادو تكون هيك. صح كثير ما يكونش فيها هاي الشروش السوداء ولا بني ولا شيء، وتكون طريه برضه. بس هي يعني. فن فن في شراءه الافوكادو. بس شفياره كانه هلا الافوكادو خلاص. لا ما في، صار كل الوقت موجود. عن جد انت وحظك. انا هذيك مره رحت اشتري ما لقيت ولا حبه مستويه. اليوم لما رحت اشتري شريت كمان لقيت كله مستوي. بتعرف انه بنحط مع التفاح بيستوي بسرعه صح؟ طبعا. او بتحطوه بكيس ورق. برضه لحاله يعني بدون هاي. كيس ورق بطنجره وسكري عليه بالخزن 100%. وهالعقاب. عن جد عن جد عقاب. طيب هلا رح نحط الافوكادو. برضه الافوكادو بسم الله عشان ما يتغير لونها. بنحط عليها من ليمنها. بنحط عليها ليمون تمام. اوكي اسموها بالطريقه اللي بدكم اياها، انا بس للسهوله راح احط هيك. طيب اذا انا عم بحاول بس افوت على التعليقات، بس في شكله عندي هون ديلي تاخير شيء ما بعرف. أوكي. مش مشكله بنرجع لايش للفوائد شفياره. يلا نقول لكم كمان الفائده الرابعه للكيل انه بيعزز الهضم والوقايه كمان من الامساك، لانه الكيل عالي بالالياف مثل ما حكينا. هلا في انواع الالياف، خلينا نحكي في انواع الالياف اللي هي لا يفضل للناس اللي عندهم مشاكل بالهضم وامساك انهم ياخذوهم. في انواع الياف طبعا اللي بتقدر تاخذوهم. فزيروا بالكم الزايد اخو الناقص 100% اكيد. نرجع بنذكر انه خذوا الكميات اللي انتم يعني لازم تاخذوها. يعني مثلا الشوفان رح احط للشمس بعد اذنك. اذا احنا في عندنا مشاكل بالهضم وعندنا امساك ما
ناخذ شوفان، ما ناخذ موز مش مستوي، ما ناخذ تفاح مش تفاح اخضر. اوكي، يعني هاي الشغلات ناخذ الموز المستوي، ناخذ تفاح الاصفر او الاحمر المستوي. حلو. الشوفان ما نقرب عليه، نقرب على خبز النخاله. في شغلات هيك وهيك. فالكيل من الاشياء اللي بتساعد على انه اليوم يكون عندنا الدايجست كتير منيح، 100%. وبرضه عمليات الايض بيعززها وبيساعد فيها. ديك المره على سيره هذا الموضوع كنت عم بحضر دوكيومنتري على وحده من القنوات اللي على الانترنت. اوكي. كان عم بيحكوا عن كثير حبيت البرنامج صراحه، بحكي لك شو هو احضريه. كان عم بحكي عن البكتيريا النافعه اللي بنحتاجها للجهاز الهضمي. حضرته. حضرتي؟ حبيت انا كثير صراحه. بقول لك اتس انذر برين. صح عن جد. احنا في عندنا هون دماغنا وفي الجهاز الهضمي، هو كمان دماغ، هو بيقول لك شو هاي قد ايه في اشياء بناكلها. مرات بقول لك انا ما باكل هاي الشغله الفلانيه، بس هي بتكون سبب وجود نوع من انواع البكتيريا اللي ضروريه لما اختفائها بيعمل خلل. شوفوا لي ما احلى هالسلطه، شوفوا ما بتجنن صراحه. شوف يا هالسلطه شكلها زاكي كمان. انا سوري سحر دائما، انا لازم اعمل هاي الحركات، انا اسف. سوري الوان تنصرف، ارجع محله ولا اخليه. خلاص تصرفي انت معهم، انا خايفه منهم. طب احنا ايش قلنا مكونات الدريسنج؟ حكينا ليمون. بسم الله. انا ليه بلشنا نقطع؟ و ايش هو؟ اوكي، زيت زيتون. تمام. ودائما انا بحب الزيت يكون اكثر من الليمون ب يعني نسبه 60% ل 40%. اوكي، تكرمي انت. حاضر. شيء ثاني ستي؟ حاضر. مدموزيل ماسترد. اوكي، وراح نحط رشه ملح. دريسنج بسيط لانه احنا اوريدي في نكهات هون. صح. بس برضه احذري شو نسيت، حط الكينوا. بحكي في اشي ناقص، بس اتس اوكي. انا اصلا بديش احطه مطبوخ وجاهز، بديش اخرب شكل السلطه والله. اوكي خلص، بتحطوا كينوا. نسيت احطها المفروض فوق الكيل، هلا بدي اوزعها بين الفراغات. خلص منيح، زعلت عشان خربت شكل الهاي. يلا يلا لا لا بعدها حلوه، صارت بتجنن. طيب رح نخلط الدريسنج. طب انا رح اخذ سلطه احطها هنا. استني بدي احط عليها الدريسنج بعد اذنك. لا لا طيب. لا اليوم وضعنا تمام. شايفه؟ شايفين لما يكون نسبه الزيت مناسبه للليمون؟ شوفي كيف هاي، انا ما احتجت حتى بلندر عشان اعملها. اوكي، وراح اديره. بسم الله. لما يكون الليمون اكثر ما بتعطينا هاي الثكنس او هاي الكثافه تبعت الدريسنج. لازم يكونوا الاثنين نفس الكميه يعني. انا بحب الليمون يعني مثلا 60%. يعني لو حاطه نص كوب زيت زيتون بحط ثلث كوب ليمون. اوكي هيك يعني انا بمشي. الليمون اقل شوي من 100%. تمام. وهيك خلصت سلطتنا. بتمنى انها وممكن نحط جبنه بارميجان على الوجه. احط؟ لا كثير ناسي انا. صح، حط جبنه على الوجه عن جد. سوري. لا لا ناسيه، بس عادي هي مش شيء اساسي. خلينا نحطها. ما سمعت. دقيقة نتفه. خلصنا هيها. طب ايش بدكم، فاصل ولا ناخذ مقادير الوصفه اللي وراها؟ ليش ما ناخذها عشان نبلش؟ طب اوكي خلينا ناخذ الوصفه الثانيه بعدين، بعديها اذا بدهم يطلعوا فاصل. حاضر. كيل عندنا معلقة كبيرة زيت زيتون، 3 أكواب كيل مفروم خشن، رشة ملح، رشة شطة، رشة بودرة ثوم، وعندنا كمان كوب لبنة من المراعي وربع كوب شنينة من المراعي. بس حبيتها صراحة للمقادير هيك طالعة، بتعرفوا طالعة حلوة هيك غير يعني. ايش هي؟ راح عليك انا. كان شفافه المقادير. طيب اوكي. عن جد؟ طيب شوف يارا، احطها هنا على الطرف. بعد اذنك. اوكي طيب يا جماعه، بدكم تطلعوا فاصل ولا لسه؟ نحكي شوي. ابلش اشتغل ولا شو؟ فاصل. اوكي ماشي، خلينا نطلع على فاصل صغير ونرجع اذا. يلا. إذن خلصنا الوصفة الأولى وهلأ رجعنا معكم، أخذنا مقادير الوصفة الثانية ورح نبلش. الوصفة الثانية كتير سهلة، بس بدي تركزوا معي بالإشي اللي بدي أحكي. تمام. شبس الكيل كتير صحي، كتير كالوريز تبعته قليلة، كتير طعمته زاكية صراحة. هلأ داقته دانا وخبيته عنها لأنه يعني بدي أفرجيكم إشي، أعرض لكم إشي.
بس بدنا نركز كيف بدنا نعمله. أوكي. تمام، لانه بس في هيك كم من تريك. تمام، اهم شيء لما ناخذ ورق الكيل طبعا بنشيل هذاك العرق. اوكي اوكي، ما نحاول نفتفت كثير القطع. اوكي، يعني زي هيك ارباع يعني. يعني اه أوكي. اذا طلع معنا شيء مفتفت زي هدول الاطراف عادي ما تكبوهم لانها هي رح تدبل بسرعه. تمام، بنعمل بطريقتين، بالفرن وبالاير فراير، بالقلايه الهوائيه، التنين بنفس الطريقه. اوكي، التزموا بالوقت الحراره. هلا لا بحكي لكم الفرق بيناتهم. لما نعمله بالفرن بدنا نحط درجه الحراره واطيه 170 مش اكثر من هيك. أوكي. رح ياخذ بالضبط 6 دقائق، مش رح ياخذ اكثر. اه بس ممكن دقيقه اكثر دقيقه اقل، لازم المروحه شغاله من فوق ومن تحت. اوكي تمام تمام. أوكي. لما نيجي بدنا ان هلا اذا بالاير فراير، بالاير فراير انا صراحه عملته على درجه حراره اكثر، بس يمكن اقللها المره الجاي. اوكي يعني مش اقل، يعني مش اكثر من 185 رح احطه. تمام اوكي، انا كنت حاطته مره على 200، حسيت انه صار يطيق، يعني اخذ لون اللي بالفرن طلع لونه احلى. اوكي تمام، من الاير فراير. تمام، هلا ممكن يعني كانت الغلطه بدرجه الحراره. أوكي. شايفين هيك، نمسك هاي الكميه والمذكوره عندكم، بنحط شويه زيت. تمام، شفتوا كيف عملنا هداك؟ اوبس حطيت كثير. اسمعوا بالضبط رشه، لما نحكي رشه ملح يعني عن جد رشه. اوكي، بسرعه بملح. آه. يعني بخدع. تمام تمام، يعني عن جد هالقد. ها شايفينها؟ خلص اوكي، هاي رشه خلص بكفي. هلا اذا بدنا نحط عليه سبايسز، ما رح احط لك انت عشان انت اللي معمولين هدلاك حرين. اوكي، رح احط مثلا دوقتني دانا لقمه، يمكن لانها خفيفه. اه اوكي. بودره ثوم برضه رشه، يعني اي شيء بيمسك عليه بيمسك بسرعه. تمام تمام، رح نحطهم. ما تبالغوا يعني، ما تبالغوا خصوصي بالملح. أوكي. ولازم هاي المرحله نحط الملح، هاي المرحله خصوصي. عشان يمسك شوي، عشان يمسك. اوكي, أوكي. مع الزيت زيت. طيب هلا امسكنا هاي ورق ال، يا رب يزبطوا بهذا الفرن. شايفين هاي، انا شوي كترت زيت شكلي، الله العليم. نمسكها بنفردها بهذا الشكل. أوكي. هيك على ورقه زبده. بنحطها بالصينيه وبندخلها على الفرن. شقوا عليها، ما تتركوهاش. هلا اذا بالاير فراير بس حركوها هيك. تمام اوكي، نضلنا نطمن نشوف شو وضعها عليها. ممكن كل واحد حسب فرنه، ممكن تاخذ وقت اقل بفرنكم، ممكن اكثر. تمام، هي بتبين، بتصير زي كيف النعناع المجفف اللي بنحطه بالمايكروويف. اوكي، بهذا الشكل. ما بدي اكثر اكثر عشان ياخذوا راحتهم. تمام، راح احطهم هلا بالفرن، اخذهم. اوكي، ولازم هلا يمكن نطلع بالوصفه الثالثه. طيب بس أسلم على خولة. أول إشي خولة بتقول كيف ناخد الكيل، أنا عندي سكري. في الوصفات اللي عم تعملها اليوم شفيارة، إذا بتحبي خولة. وأكيد نرجع بنحكي أنه النصيحة أنك تراجع أخصائية التغذية، أو إذا عندك أخصائية تغذية هي اللي تقول لك الكميات اللي لازم تاخديها من الكيل، وكمان يعني تحكي لك خلينا نقول كمية الألياف بشكل عام بالدايت اللي أنت ماشي عليه. طيب عشان نلحق الوصفة الأخيرة. هلا الكيل بيتاكل الشيبس، هلا بطلع لكم اياه كثير لحاله، بس فينا طبعا نعمل معه الدب. أوكي. اوكي، بس لانه خفيف ما رح احط لبنة لحالها. تمام، لانه هو ممكن يتكسر اذا حطيته باللبنة، فرح احط اللبنة. تمام، وارخيه بشوي من الشنينة، او أوكي. ممكن بكريمة حسب انتم بتحبوه حامض ولا حلو. تمام تمام، هاي يعني. بس مش لبن، ما بدنا نحط لبن لحاله، اللبنة كتير رح تعطي طعمة أطيب. بعدين يعني ما فيش أسكى من شنينة المراعي يا جماعة. طيب هلأ رح نحطها هون بهذا الصحن. تمام، هلأ بحركهم كمان. أوكي، وهذا كتير أحسن لكم من البطاطا تشيبس المقلية، قلي مليانة دهون وكالوريز. شوفي له التعليق اللي كله هيك طاقة حلوة. أم الأصيل القيسي، تحياتنا لإلك حبيبتي القلب. عم تقول الجو بجنن، مساكم ورد وياسمين جميعا، الله يعطيكم العافية، الحلقة بتجنن، أنتم بتجننوا. بالنسبة للموضوع، هي بدها تحكي عن موضوع امبارح، موضوع القهوة. القهوة ما في زيها، أنا بحبها كتير بجميع أنواعها وزكوتها، انه الواحد يشربها مع حدا. امبارح كنا نحكي عن القهوه انا والشيف خميس، عشان هيك بالضبط هو بصحصحوا القهوه. شوفوا الكيل تشيبس يا عيني. اوكي، هدول اللي بحرقوا صح، مش كلهم هدول الحرين. شايفين قد ايه زاكيد وايه. سوري، هيهم بالطريقه اللي شرحت لكم اياها، شوفوا ما احلاهم، ما اسكاها، كثير زاكيه كثير زاكية. بتقدروا تحطوا السبايسز اللي بدكم اياهم عليهم. هي هون، وشايفين انا عملتهم بالضبط نفس ما فرجيتكم. في شيء بحرق، في شيء لا، بتعرفي ما كنت ادور على الخضره يعني اللي ما عليه. ما انا عملتهم على اكثر من مرحله، والحلو انه ما بياخذوا وقت بالفرن،
أوتش. يا الله شو زاكيين، لازم لازم جربوهم عن جد. أنا هديك المرة أولادي لما قلت لهم عنهم أول شيء لا هيك بعمل، هلا صفيت إنه عم بسحبهم منهم خلوني يعني. إنه كتير زاكي صراحة. بحب أقول لك إنه صاروا كمان في ناس ببيعوه بكياس بالجيم وهيك يعني إنه لا حلوة طالعة فكرة بالنص. حلوة خليها مع إيمها. لا كتكون طلع كيف شكلها طالعة هاي الكاميرا. كتير حلو شكل الصحن طلع. لا شكلهم زاكيين. وهاي طريقة الكيل تشيبس أو تشيبس تبع الكيل اسمها، هدول كتير زاكيين. شفتوا مع سراها بعدين وقدي سهلة. بالضبط. نقرش عليهم أيوة. طيب. طيب وين نحط الصحن؟ هلا بنقيمه بدي افقد هدول، ممكن نطلع بالوصفه الثالثه. سوري كنت عم تحكي شيء على القهوه. بسيطه شفيره، خلينا ناخذ الوصفه الثالثه. اوكي سموذي الكيل، عندنا كوب اوراق الكيل، نصف حبه شمندر، معلقه صغيره زنجبيل، عرقين كرفس، برتقاله، ونصف كوب ماء بارد. طيب اذا اللي كنت عم بحكيه شفيارة انه شوف خميس بتاثرش بالقهوه الا انه بتخليه صحصح، بس اذا شربها بالليل ما بتاثر فيها. يالا. انا اذا بشرب قهوه تحديدا فيها كافيين يا ويلي ايش بصير فيه بالقهوه، انا بنام مباشره. يعني بصير عندي حاله خمول، ببطل قادره اركز، بصير بس بدي اروح انام. هو شوفي انا مره كنت عم بقرا شغله، يوم عاملين حالنا كثير اخصائيين وبنقرا وبنحكي. كنت عم بقرأ شغلة إنه الأجسام تختلف في امتصاصها للكافيين. هلا أنا كتير بحب القهوة، يعني ما بفتح عيوني إلا القهوة، لازم أكون شاربة بكرج قهوة. أوكي. تمام، بس وين المشكلة؟ إنه مثلا بعد الخمسة إذا بشربها خلص. فواضح إنه الأجسام بتختلف بطريقة تعاملها وامتصاصها للكافيين. حلو. طيب بس اسمعي، لما نطلع برا مثلا قديه بكون نفسي بطلب مثلا إيهاب قهوة، بقول له بس أعطيني شوي، ما هيك بشم. ما هي التركش ما في بدون كافيين. لا يا ريت. في هيها عن جد هيها عم بشربها. طب هاي جديده علي. ما هلا كنت عم بقول له في بدون كافيين وانت عم بتقولي له اسبريسو. لا فكرت اسبريسو صراحه. تركش مع هيل وريحتها بتشهي. لا هلا رح اشرب لك اياها. خلص لازم تعتمدي عن جد. خلص. طيب خلص، هاي ما بعرف هالمعلومه. الدرينك هذا يا جماعه انا بشربه يومي. أوكي. صراحه بحسه من اكثر الاشياء اللي انتي اوكسيدنت، من الاشياء مضادات الاكسده. وحتى بس لما بشربه خلص بالنسبه لي ما بفطر لانه هو بغني عن الفطور. راح نحط وراء الكيل. تمام. وراح نحط وراء الكرفس. الكرفس يمكن انا باكله ني اكثر من ما بطبخه، مش كثير بحب اطبخه. نقرشه. كثير مفيد وبعتبروه نيجاتيف كالوري. شو يعني؟ يعني هو بيسحب من جسمنا كالوريز عشان يهضمه. حلو. تمام. حطيت يعني هدول العرقين. اوكي. هدول بدي انقرش عليهم هلا بالسياره. هلا لازم انتوا عن جد لازم الكيل. انكم تاخذوا مقادير هذا السموذي وتعملوه بالبيت للي بحب. انه كمان في شغله حلوه بالكيل انه هو بيساعد على تخفيف الوزن. يعني احنا اليوم لما بدنا نعمل دايت اكيد يعني اذا نفوت الكيل بالرجيم تبعنا بيساعدنا على تخفيف الوزن. شوفي هاي معلش افرجيهم قبل ما اخلص الدرينك. هاي هدول بسرعه تحمشوا ما بياخذوا وقت، فانتوا بتحطوا بتقيموهم ثواني نتركهم يبردوا بيرجعوا بنرجع بنحط غيرهم. تمام. اوكي. يعني أو إذا الفرن تبعكم كبير تقدروا أنه تحطوا صينية. إذا الصينية كبيرة بالضبط. سخنين ولا لا؟ نعم عندي. صح. طيب. زاكي. طيب. حلوة ريحتهم ما حدا سألنا كيف طعمته باي ذا وي. لا كتير زاكي كتير، ما أنا سألي ساعة بقول لهم أنه كتير زاكي. طيب إيش بحط كمان بهذا الدرينك؟ بحط زنجبيل. إذا موجود عندي كركم فريش برضو بحط، بس لازم ما ننسى لما نحط الكركم بنحط معه الفلفل الأسود عشان يساعد على امتصاصه. تمام. عفوا هاي بتحرق. لا تشردقت مش حبين. لا انا من جد. عصير برتقانه او جريب فروت. بعد ما كتبت برتقان انا بحب معها الجريب فروت اكثر. تمام. فحطيت جريب فروت. راح نحط شمندره هيها. مش كامله على هذا الصحن وبقشرها لانه انا مليفتها. أوكي. لانه قشرها كثير مفيد. تمام. هيها بس اقسمهم ومش مسلوقه ولا مشويه زي ما هي. في شيء كمان انا حكيته بحطه ولا لا نسيت؟ صح هو احنا قلنا برتقان او مي. رح نحط شوي مي. اوكي تمام. تمام. خليني بس اجيب هاي
عشان نخلط. يلا خلصنا تقريبا. رح يطلع لونه مو اخضر على كل حال لانه حطينا ايش شمندر. هلا في اشياء ثانيه ممكن تضيف عليه ولا بس هيك؟ بتقدروا تضيفوا عسل للي بحبه حلو، انا بحبه مش حلو. اوكي دقيقه بالله يا رامي. حاضر يا رامي حاضر. سوسن السيد تحياتنا لك يا سوسن. اوكي طيب خلينا نظبط هاي. تمام نحطها هون بعد اذنك بنتها. هاتي وين نحطها؟ وين ما بدك. انه في عندنا هدول هاتي احط لك هيك. هلا بنشيل هدول الكاسات اصلا نعبي فيهم. اوكي طيب وبنخلطها هلا. مثلا انا مرات بضيف هيك سكوب من هدول تبعون الانتي اوكسيدنت كمان اذا حدا بحب. كيف تغير لونه هيك فجأة؟ ليش أخضر؟ أخضر. طيب سألتيني إيش مقدر نحط عليه كمان؟ مقدر نحط عليه بيريز. حلو. فراولة، رازبري، بلوبري، موز إذا بدكم، بس كله بحس بتو يعني هذا لا يعتبر فيه كتير كالوريز. بسم الله. تمام. بده كمان شوي مي على فكرة. بس هيك سموذي زاكي. أيوة. ظابط. هيك وأنا حطيتهم بهدول الكاسات الصغار عشان هو مش طعمته كتير زاكية، فهيك بتضحكوا أولادكم. انه ياخذوها هيك بسرعه 100% وسخت. طب ما بنقدر نحط معها عسل؟ تقدروا طبعا انه نحلي طعمه. هلا البرتقال مثلا احلى من ال احلى من ال شو اسمه. خلصوا خلص راح الشرشف. راح الشرشف عادي احسابكم. خلصنا. اوكي طبعا راح اعمل هيك. خدي وحده هون. فكرتك تشري؟ لا بس بدي احطها هيك عشان. طب دوقي نظبطها. متأكدة؟ بعد الحلقة؟ دوقي دوقي. لا لا خليه يصورهم أول بعدين. خلصت دانا كيفني معك؟ أول بعدين. نهي. أحسنتي يا يارا. يلا ذكرينا بوصفات اليوم. وصفاتنا اليوم كلها كانت عن الكيل خفيفة لطيفة. حكينا عن فوائد الكيل فاحضروا الحلقة. عملنا سلطة الكيل مع الكينوا مع الجمبري. عملنا كمان الشيبس تبع الكيل اللي كتير ناس على فكرة بيشتروا بمبالغ غالية مش رخيص لأنه هو يعتقد أنه صعب. كتير سهلة طريقته. أوكي. وعملنا سموذي الكيل مع الشمندر. يسلموا ايديك يا شفيا يارا. صراحة أبدعتي بوصفات اليوم عن جد. يعني حلو الواحد يتعرف على نوع جديد من الخضرة إذا ما بنعرفه كمان نعرف شو نعمل فيه. 100% وأكيد طبعا شكرا لكل اللي بعتوا. نوال الفيومي أنا اليوم ما صح اللي أحكي معك كمان كثير. أنا لاحظت أنه عم تقولي لي عم بحكي لا مع حالي. أكيد لأنه كان في عندي مشكلة كمان بالتعليقات. فشكرا لكل اللي بعتوا لنا. وأكيد أنا كمان بنشوفكم أنت بكرة في حلقة جديدة. أكيد. ومع الشيف الجديد أكيد فترح تعرف عليها بكرة. أكيد. وإحنا كمان نلقاكم بحلقة جديدة مرة تانية. يعطيكم العافية.